اهلا ومرحبا بكم جميعا. اصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز امرا ملكيا يقضي باختيار الامير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد مع استمراره في منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. قد يرى البعض في الخطوة حرصا كبيرا من جانب مؤسسة الحكم في السعودية على مستقبل المملكة واستقرارها، كما قد ينظر إليها في إطار عادي، فالأمير مقرن عمليا كان الرجل الثالث في الدولة السعودية حتى قبل هذا التعيين، وعادة يكون طريق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء معبدا باتجاه منصب ولي العهد حتى قبل هذا التعيين. لكن كل ما يؤكد أن الأمر عادي يطرح علامات استفهام حول أنه غير عادي، فالمنصب يستحدث في المملكة للمرة الأولى، والقرار يحصن موقع ولي العهد القادم للأمير مقرن في ظل النص على عدم جواز تعديله أو تأويله بأي حال من الأحوال، بل ويمهد أمامه الطريق لحكم البلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. وعلى هذا قد يتساءل البعض، وهل كان وصول الأمير مقرن لولاية العهد محل شك لتتخذ كل هذه الإجراءات لضمانها له؟ ولماذا يتم تجاوز هيئة البيعة وحق الملك القادم في اختيار ولي عهده؟ الأمير مقرن الذي يبلغ من العمر 69 عاما هو أصغر من بقي على قيد الحياة من أبناء المؤسس المملكة العاهل الراحل عبد العزيز آل سعود، ما قد يدفع بعض المراقبين للاعتقاد بأن ارتقاء مقرن في السلطة يتحدى تفاهمات مقبولة حول المؤهلات التي يمكن أن تتوافر في أمراء سعوديين كي يصبحوا ملوكا، خاصة في ظل أحاديث وتكهنات عن العلاقة بين الأجنحة المتصارعة على العرش، وعلى وجه الخصوص بين جناح الملك عبد الله والجناح السدري ممثلا بالأمير سلمان ولي العهد ووزير الدفاع، وأبناء الأمير نايف ممثلين بمحمد بن نايف وزير الداخلية وشقيقه سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. نحاول في حلقة اليوم أن نناقش معكم ما الذي يكمن وراء استحداث منصب لولي العهد في السعودية؟ هل لصدور هذا القرار في هذا التوقيت معنى؟ هل يشير تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد لوجود خلاف داخل الأسرة الحاكمة؟ وكيف يتجاوب دعاة الإصلاح والتجديد في هرم السلطة في السعودية مع هذا القرار؟ وسائل الاتصال كالمعتاد متاحة لكم عبر وسائل عديدة، عبر الرسائل النصية SMS، الهواتف النقالة وكاميراتها وكاميرات الإنترنت الويب كام، كي تشاركوا معنا صوتا وصورة. وللاتصال الهاتفي المباشر بنا عبر رقم 00 44 20 77 56 0211، والإرسال رسالة نصية باللغة العربية عبر رقم 00 44 79 3 0 40 40 7. ومشاهدينا طبعا يعني الحوار فقط لا يدور معكم مباشرة هنا في الاستوديو، بل أيضا عبر صفحاتنا الإلكترونية المختلفة التي كما تشاهدون بدأت المشاركات الإلكترونية تتوافد عليها بكثافة، وزميلي حازم الخولي يتابع كل ما يدور على نوافذنا الإلكترونية. مرحبا يا حازم، وأتوجه إليك بالسؤال الأول، كيف بدأ الحوار على صفحاتنا المختلفة؟ أهلا محمد. في الحوار الإلكتروني اليوم أسباب عدة أوردها المشاركون في الحوار بشأن الخطوة التي اتخذتها السلطات السعودية بالأمس، وهي استحداث منصب ولي العهد في السعودية. سوف نتعرف لاحقا على هذه الأسباب ونعرض أمثلة للمشاركات التي وردت في حوار اليوم. نعم يا حازم، طبعا سنتابع معك لحظة بلحظة في اللقاءات المقبلة في سياق الحلقة المشاركات التي تريدون عبر صفحاتنا الإلكترونية، ونشجع مشاهدينا ومتابعينا على بالآراء في هذه المشاركات. نتحول الآن لاستقبال المجموعة الأولى من المتصلين هاتفيا معنا على الهواء مباشرة. نرحب بكل من أحمد يوسف يتصل بنا من الإحساء، ومحمد الجراد يتصل من العاصمة الرياض، وأيضا عقيل القحفة يتصل من جدة. وأبدأ بأحمد. يا أحمد، كيف ترى استحداث هكذا منصب في السعودية وفي هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي الأخوة المشاركين في الحوار. أولا أحب أن أشير أخي الكريم إلى اهتمام البي بي سي بالشأن السعودي وإثارة مواضيع الشأن السعودي، وكأن ما في العالم العربي إلا الشأن السعودي وتتناسون الشأن الإيراني. أعتقد أن هذا إجحاف. طيب يا أحمد، أنت أنا أتمنى أن تثيروا
ماشي. الشأن الإيراني الذي الشأن السعودي شأن هام، لأن السعودية هي من أكبر الدول في الشرق الأوسط، ونحن نناقش يعني الشؤون كافة في سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم كافة. تابع بي بي سي، طيب تابع بي بي سي ستجد أننا يعني نناقش كافة القضايا التي تهم المشاهدين مشاهدينا في الشرق الأوسط. لكن ما رأيك؟ مرة من المرات طيب. قلت ماذا تريد طيب. تركيا؟ طيب والله عملنا حلقات كثير من الحلقات عن تركيا ومصر وليبيا وكل الدول، لكن خليني طيب بس عشان ده مش موضوع الحلقة يا أحمد. على العموم يعني تمام، رأيك إيه في هذا الاستحداث لهكذا منصب في المملكة وفي الوقت ده بالذات؟ أبدا، الأمور مستتبة في المملكة العربية السعودية، وهذا نظرا لترتيب الشأن الداخلي. والأمير مقرن أمير ذو سمعة طيبة، وهو النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء، الرجل تقلد عدة مناصب في المملكة العربية السعودية، أثبت جدارته، ومنها إدارة منطقة المدينة المنورة، ومنصب على فكرة منصب إمارة المدينة المنورة لا يتولاه أي إنسان من الأمراء، وإنما الأمير اختير الأمير مقرن لثقة ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية به، وهو أعلن لهذا المنصب. هذا المنصب يحدث لمتغيرات عالمية، قادم الحرمين الشريفين حفظه الله أن يستحدث هذا الأمر. يعني إيه؟ يعني زي إيه؟ يعني ماذا تعني بمتغيرات عالمية؟ ووفاة كثير من أبناء المؤسس رحمهم الله جميعا، منهم كبار السن، ولم يبقى إلا مجموعة يمكن 13 أو ما يقارب ذلك. فرأى الملك عبد الله أن يستحدث هذا لترتيب البيت الداخلي السعودي القيادي. وهذا الأمر يحسن من قبل كثير من المواطنين، بل جل المواطنين، ولله توالت التهاني على الأمير مقرن. طيب. وهو أهل هذا المنصب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، نبشرك نحن مع قادتنا كالجبال الروان. طيب تمام يا أحمد، أنت تؤيد هذا التعيين وترى في الأمير مقرن أهلا لهذا، وترى أنه في إطار ترتيب البيت الداخلي، لكن دعني أسأل محمد الجراد الذي يحدثنا من العاصمة السعودية الرياض. يا محمد، هل تشارك أحمد الرأي وترى الأمر في إطار طبيعي فقط في إطار ترتيب البيت يستحدث هذا المنصب للأمير مقرن، رغم أنه عمليا كما رأى كثيرون كان أساسا الرجل الثالث في الدولة السعودية، هل ترى الأمر في سياق عادي أم ترى ربما هناك ما هو أكبر من وراء هذه الخطوة؟ نسأل الله مساءكم جميعا، شكرا على اتصال بي بي سي، كانت الفرصة مشاركة. خمسات من الأخ أحمد، أنا ما فهمت من وجهة نظر شيئا عموما يعني، لكن التعيين أعتقد أنه لا يخص المواطن بالدرجة الأولى ولا يعني عموما، هو تعيين يعني يخص بالدرجة الأولى العائلة المالكة. بس هذا منصب يعني الطريق بات الآن ممهدا يا محمد، اعذرني، أمام الأمير مقرن كي يصبح ملكا للسعودية في يوم من الأيام، أي حاكما أي مديرا لشؤون ودفة البلاد، هل هذا أمر لا يعني الناس في السعودية، يعني فقط الأسرة المالكة هناك؟ هل يعني هل ترى هذا فعلا؟ عموما يعني أولا وأخيرا يعني هو يعتبر يعني في منصب يعني مثل ما تفضلت يمكن في بداية الحلقة، أنه يعتبر عادي جدا وجوده كرجل ثالث في الدولة. لكن أنا أتكلم من منطلق شخصي هذا ما أريده، لا يخصني تماما يعني، ولا يعنيني، راح يكون مجرد يعني يعني أوراق العائلة داخليا. طيب هذا ما أود أن أسألك عنه يا محمد، أنت كمواطن سعودي فعلا هذا الخبر لا يعنيك؟ ألا ترى أنه قد يؤثر على مستقبلك في السعودية، مستقبل أبنائك مثلا، على الصورة التي قد تبدو عليها السعودية في المستقبل؟ التغيير الحقيقي اللي ممكن يعني نستحدثه في حياتنا، أو ممكن يعني يكون هناك يعني تفاؤل فيه، هو يعني مطالب واضحة جدا من جيل قادم على رأسها المملكة الدستورية، غير ذلك لا يعنيني بشيء، يعني يعتبر روتين أو أمور تخص العائلة المالكة لا تخصني بالدرجة الأولى كمواطن سعودي. أما من وجهة نظري كعامي جدا، أتمنى لك تتيح الفرصة عشان أنهي المشاركة. وجهة نظري يعني كعامة، يعني بغض النظر كمواطن سعودي،
يعني تغيير الامير ميغان كان بديهي جدا في الظروف، يعني خاصه تتعلق بالملك ورعاده من كبر سن وصحه وغيره. يعني اعتقد انه تمهيد للنقله يعني نوعيه جدا في العائله المالكه من جيل الابناء ومعتزين لجيل الابناء. يعني يعني يحتاجون وقت اعتقادي تماما، اعتقد انهم يحتاجون وقت كبير في ترتيب اوراقهم الداخليه. وجود الامير ميغان يعني راح يتيح الفرصه هذه لهم. نعم. طيب. وأعتقد يعني يمكن إذا الفكرة وصلت أو لا، بس أولاً أخيراً يعني الإصلاح الحقيقي نعرف وين ممكن يكون. يعني أنا أعتقد التعيين أو استحداث هذا المنصب ما شكل فارق كبير بالنسبة لي كمواطن سعودي. طيب تمام يا أحمد، لا يشكل هذا المنصب فارقا كبيرا لك على الأقل كما تقول أنت، لكن دعونا نضم لحوار اليوم ضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة مضاوي رشيد، أستاذة علم الاجتماع في جامعة كينجز كوليدج بلندن. مرحبا بك معنا دكتورة مضاوي. ربما رأي لافت أن يعني المواطن محمد الجراد يقول أن التغيير لا يعنيه، هل تتفقي مع الجراد أن هذا تغيير خاص بترتيبات داخلية فقط في الأسرة المالكة ولن يكون لها تأثير على مجريات الأمور في المملكة العربية السعودية؟ يعني هو له رأيه، وأعتقد طبعًا. أن في الملكيات المطلقة هو بالفعل يعني توريث الحكم أو تعيين أحد الأمراء في منصب ما لا يعني الشعب، وهكذا تعمل الملكيات المطلقة. لا يعني الشعب بمعنى لا يثير اهتمامه كما قال الجراد، ولا لأن الشعب ليس له تأثير في هذا الأمر، ليس له أي سلطة، ليس له أي مؤسسة ليعطي رأيه. وأن السعودية يعني من بداية العهد الملكي في الثلاثينيات تتجه نحو عزل المجتمع وفعالياته. نحن هنا لا نتكلم عن استفتاء على ملك، فهذا لا يحصل في التاريخ، ولكن كان في الماضي هناك مجموعات أكبر من مجموعة الـ34 أمير الذين يمثلون هيئة البيعة. كانوا يستشيرون مثلا العلماء، علماء الدين أو بعض فعاليات المجتمع. ولكن منذ يعني الثلاث أو أربع عقود الماضية أصبحت يعني الخلافة أو توريث الحكم مسألة خاصة بين عدد محدود من الأمراء. وهذه المشكلة، أن الملك عبد الله اليوم في صوره مع يستقبل الرئيس أوباما هو يعيش على التنفس الاصطناعي، وهناك أنابيب يعني تخرج من أنفه لأنه لا يستطيع أن يتنفس بشكل طبيعي. ولذلك كان من المفروض على الملك أن يعلن تنحيه عن الحكم وتقاعده بناء على طلبه، لأنه بصراحة ليس في وضع صحي يسمح له الاستمرار بالعمل. لذلك المشكلة في السعودية أن وصلوا إلى طريق مسدود، فجاء تعيين الأمير مقرن في منصب لم يكن موجود سابقا. صحيح. كحل وسط، لأن المعضلة التي تواجه الحكم هي الانتقال من هذا الجيل الذي بدأ يتقدم بالعمر لدرجة كبيرة ولم يعد يستطيع أن يتحمل المسؤولية بسبب ليس بسبب أي معطيات فكرية أو عقلية ولكن جسدية من الناحية الأولى. يعني إذن دكتورة مضاوي، يعني فعلا العاهل السعودي كان يضع عينه على المستقبل حين اتخذ هذا القرار كما جاء حتى نص البيان الملكي السعودي، لكن إذا كنا نتحدث عن آلية الحكم في دولة بحجم السعودية في الشرق الأوسط، هل نحن أمام الآلية الطبيعية لتسلسل الحكم حتى لو كانت هناك إجراءات مراعاة لظروف معينة في المملكة وفي المنطقة، أم نحن أمام تغيير ما أو تغيير ملحوظ في بنية القيادة السعودية برأيك؟ لا أعتقد أن هناك أي تغيير في البنية، رغم المطالب الشعبية في نقلة نوعية للملكية المطلقة إلى ملكية دستورية مثلا، حيث توجد مؤسسات لها فاعلية يمثل فيها الشعب، يكون له حق على الأقل إعطاء رأيه إذ لم يكن يؤثر على مسيرة تغيير الأمراء أو تعيين أحدهم وتنحية آخر. المشكلة أن هذا الأمر وهذه البلد بهذه الثروات والأهمية أصبحت رهينة لرأي 33 أو 34 أمير، حتى أنهم لم يتفقوا. لاحظ أن في الأمر الملكي الذي صدر والبيان قالوا أنه 75% من 33 أمير صحيح. هناك حوالي 7 أمراء
تحفظوا على هذا القرار. المشكلة أن جاء تعيين مقرن كملك مستقبلي. الملك الحالي أراد أن ينتهي هذا الموضوع قبل أن تأتي اللحظة الذي سيضطر فيها النظام السعودي إلى نقل الحكم من الإخوة إلى أبنائهم. ولكن لا يوجد عدة ملوك في ملكية. المشكلة أنهم يحتاجون أن يختاروا ملكا واحدا. صحيح. فمن هو هذا الملك من الجيل الثاني؟ هل هو محمد بن نايف؟ هل هو متعب بن عبد الله؟ هل هو أحد أو ليس واضح موضوع الأمر؟ بس هو هناك من يقول أن يعني ما كان يمكن الانتظار للملك القادم، وفي ظل وجود هيئة البيعة كان يمكن إجراء ترتيب معين، لكن يعني لافت استباق الملك عبد الله كل هذه المراحل والقيام بهذا الإجراء. هو ما سأسأل عنه، يعلم علما أنه لن يتفقوا على نقل السلطة إلى الجيل الثاني. سأعود إليك في هذه النقطة، لكن سأسأل عنها عقيل القحفة. يا عقيل، يعني هل ترى أن الأمر عادي أن يعني يختار العاهل السعودي الحالي ولي العهد للملك القادم بهذه الخطوة؟ تحية لك يا أخي محمد، والتحية كذلك موصولة لضيفتك الكريمة. بخصوص القرار الملكي الأخير الذي صدر باستحداث هذا الوظيفة الجديدة الحقيقة، وتعيين الأمير مقرن في هذا الظرف التاريخي التي تمر بها المنطقة بحرب غير مسبوقة وكذلك حرب مشتعلة، تتطلب ضخ دماء جديدة للأسرة الحاكمة في السعودية لعدم اختلاف في وجهات النظر ولعدم كذلك انهيار. لأن وقتك أتكلم بكل صراحة، مع احترامي طبعا، أنا أحترم الأسرة الحاكمة وأعتبر هذا القرار جدا قرار شجاع من قبل الملك عبد الله، وأحترم ذاك وأحترم كذلك عمره. لكن القرار الحقيقة له عدة استفسارات ومدلولات من حيث المكان، من حيث التوقيت. طبعا أبرز هو طمأنت وابتعت رسالة للبيت السعودي والشعب السعودي أن الأسرة تمشي بطريقة سلسة وبطريقة متفقة، وهي مرجعهم حسب المفروض ووصية الملك المؤسس عبد العزيز، وهي هيئة البيعة. الدكتورة مضاوية تقول لماذا رجع للشعب؟ طبعا الهيئة هي مرجعنا، مرجع السعودية هيئة البيعة. أنا بكل أمانة الشعب السعودي مرجع هيئة البيعة وليس انتخابات ديمقراطية ثقافة غربية. الشعب السعودي مرجع هيئة البيعة. طيب يا عقيل، كيف يعني؟ ما هو هيئة البيعة أصلا تتكون من أمراء الأسرة المالكة في السعودية، لا يجري انتخابهم أو لا يوجد أي تمثيل شعبي في هذه الهيئة. أسرة آل سعود أساسا بنيت على أساس مؤسسة الملك عبد العزيز، وهي هيئة البيعة، يعني أعتقد نظام إسلامي بحت. لكن دعني أكمل الإجابة على سؤالك. الشق الثاني من السؤال حقيقة هو من حيث التوقيت، هو طبعا حقيقة يعني طبعا لإرضاء الحليف الأمريكي لا شك، وفي توقيت جدا مناسب. والشق الثالث هو أن الأمير مقرن الابن 35 للملك المؤسس عبد العزيز، وهو من أم مختلفة ولم ينال حظ في الحكم. كذلك الأهم أعتقد من وجهة نظري وتفسيري الشخصي، الأمير المقرن طبعا له سمعة طيبة لا شك لدى الشعب السعودي، وشخصية فولادية يسميها الشارع السعودي، وحصل بلبلة وهرج ومرج في الشارع السعودي. هل سينتقل الحكم إلى الأبناء أم سيستمر إصراري لدى الأخوان؟ فالملك عبد الله أعتقد بث في الموضوع وأعطى الموضوع لكي لا سمح الله لا قدر الله لكي يضمن عدم انهيار الأسرة. لكن الأهم الأمير سلمان هو رغب في ذلك، هو الأهم الأمير سلمان رغب في تولية الأمير. حسب نص البيان. تمام يا عقيل، بس خليني أسأل الدكتورة مضاوي، وأنت أشرت إلى شخصية الأمير مقرن، ويعني دكتورة مضاوي، نقرأ في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي في هذا الشأن النص بشدة على عدم جواز تعديل أو تبديل القرار بأي صورة كانت، يعني الهدف هو الأمير مقرن يكون ولي العهد وربما الملك القادم، هو تحديدا بشخصه وذاته. لماذا الأمير مقرن بالتحديد؟ من هو الأمير مقرن كي يعني يكون الاختيار في هذا التوقيت الحساس للمملكة وفي المنطقة وربما أيضا للعالم، والنظر لعلاقات السعودية الهامة مع مختلف دول العالم؟ هو يعني نص التقرير جاء ليحسم الجدل، لأن الملك أعتقد عنده شك أن هذا الأمر سيبقى محترما، أو أن قراره سيبقى محترما عندما يحين الوقت لأن يتبوأ مقرن منصب الملك. لذلك بمعنى أن هناك خلاف على هذه الجزئية، وحاول أن يستبق هذا الخلاف، ويقول أن لا يحق لأي كائن من كان وتحت أي ظرف أن يعدل هذا القرار. وهذا
يختلف مع نص او دستور هيئه البيعه نفسها. صحيح، التي اسسها الملك عبد الله وقال انها لا تفعل الا بعد وفاته، واذا به اليوم البارحه يقول ان الملك القادم بعد سلمان سيكون مقرن ولا يحق. لماذا مقرن؟ طيب مقرن، انا اقول لك مقرن يعني هو شخصيه لم تلعب دور مهم في تاريخ المملكه، ولم يتبوأ مناصب عاليه، ولكن سطع نجمه لانه اصبح حليف لعبد الله، خاصه ان وضعه الخاص يعني كأحد ابناء الملك عبد العزيز الذين لم يكونوا كمجموعه كبيره مثلا كاولاد كسلمان او فهد حتى قبل سلمان ونايف وسلطان وغيرهم، فهناك كان مجموعه كبيره وجناح كبير، ومقرن من جناح يعني لا يمثل جناح بصراحه لانه شخص فرد لحاله. يقال بعض الخبراء يحسبونه على جناح الملك عبد الله في مواجهه ما يسمى بالجناح السديري، فهذا الذي ساصل اليه، ان هناك تقارب حصل خلال فتره حكم عبد الله بين مقرن وبعض والملك وامراء اخرين في نفس يعني الموقع من الاعراب، لذلك اصبح هناك تعاضد ضد هذا الجناح الكبير الذي كان مخول لان يحكم على مستوى الملك ولم يحصل له ذلك، ان الملك ولي العهد نايف لم يستطع ان يحكم لانه توفي وكذلك السلطان. لذلك يعني الفرصة الوحيدة الآن بعد فهد هي سلمان، وإذا لم يحكم سلمان بسبب كبر السن فنحن هنا في صدد نقلة نوعية. ولكن المشكلة أن مقرن يعني لا أعتقد أنه الشخصية التي ممكن أن تواجه التحديات في المستقبل خاصة عالميا، لأن خبرته محدودة في المخابرات لفترة قصيرة وكذلك لإمارة منطقة معينة في المملكة. طيب عبد اللطيف من تبوك، عبد اللطيف هل تتفق على ان ربما احد الاسباب الرئيسيه هي يعني رغبه الملك عبد الله في تامين تعيين الامين مقرن في منصب ولايه العهد من بعده ربما ومن بعد الامير سلمان، بما يعكس ان هناك بعض الخلافات داخل اجنحه في الاسره الملكه السعوديه؟ والله لا اعرف انا عن الخلافات، اول شيء احييك واحيي الضيف واحيي الساده المستمعين بي بي سي، لكن الخلافات انا يعني هنا عندنا في الداخل ما نعرف شيء، في فجوه ما بين الحاكم والمحكوم، يعني وانا كنت حتى اتمنى ان يكون الشعب يعني يكون له مشاركه، يعني احنا نعيش عصرنا عصر الالفيه الثالثه في القرن الحادي والعشرين، يعني يكون الشعب ينهض بنفسه زي شعوب العالم، يعني ما تبقى الامور مغلقه ومكتمه، يعني ما يطلع يصير مكتوم الان يتكشف فيما بعد من الخارج. احنا اليوم اغلب الاشياء يمكن عرفناها عن طريق البي بي سي الاعلام الخارجي. لكن انا لا اعرف يعني انه هو تقريبا يعني اتوقع انه الملك القادم يعني مؤكد يعني. طيب يعني هل ترى ان يعني سيبقى الامر على هذا النحو، الشعب السعودي فقط يسمع الاخبار مصادفه ويبقى خارج المعادلة بهذه الصورة، أم ربما يحدث أمر ما سواء من جانب الشعب أو دوائر المجتمع المدني أو حتى من جانب السلطة سعيا لمزيد من مشاركة شعبية ما ولو حتى رمزية فيما يحدث؟ هو هنا أساسا لا يوجد مجتمع مدني أساسا، جمعيات ولا شيء ولا شيء، ما في شيء، هو كله يجيك خلاص تأخذه بس ما يعني ما في شيء يعني مشاركة ما في يعني، ولا يعرف الشعب الا ما يطلع من وسائل الاعلام او عن طريق الاعلام الخارجي يعني. تمام. لا يعني لا يعرف شيء عن ما هو داخل بلده. طيب عودة إليك دكتورة مضاوي، يعني توقيت القرار هل يحمل دلالة ما، وقد أعلن عشية زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للسعودية بما للمملكة من وضع في الشرق الأوسط وبعلاقتها في العالم وعلى ضوء التطورات الأخيرة وضلوع المملكة في عدة ملفات حساسة وهامة في هذا التوقيت؟ يعني له دلالة مهمة، أنا يعني من خلال محاضرات ومؤتمرات نحضرها يأتي بعض الدبلوماسيين الغربيين والإعلام، فهناك كان ضغط على المملكة أن تحل مشكلة الخلافة، فأنا سمعت من كثير من المسؤولين البريطانيين والأمريكيين قولهم أن القيادة السعودية وصلت إلى مرحلة شلل لأنها متطورة في السن، متقدمة في السن ومريضة، لذلك هم ينتظرون تغيير ما
تقوم به القيادة السعودية. فأنا أعتقد القرار الذي جاء عشية يعني قبل 24 ساعة من وصول أوباما إلى الرياض لإعطاء الصورة أو أننا نحن نمسك زمام الأمور وحلينا مسألة الخلافة ولو مؤقتا كما ذكرت سابقا، لأنها لن تحل المشكلة في الأمد الطويل عندما ينتهي هذا الجيل من الأخوة وينتقلون إلى الجيل الثاني. ولكن إنها رسالة يعني واضحة وصريحة أننا نحن قررنا، لأن أوباما سيأتي وسيرى الحالة التي بها الملك يعني وسيقابله شخصيا وقد قابله، لذلك يعني كيف أن تأخذ القيادة الأمريكية السعودية على محمل الجد في تدبير أمورها الداخلية والشأن البسيط الكبير الذي هو توريث الحكم بعد أن يعني تقدم العمر بالملك وولي العهد. هل اختيار الأمريكيين تحديدا له علاقة بما أثير من تكهنات عقب زيارة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لواشنطن وما ينشر في تقارير وصحف غربية عن أن الأمريكيين يحبذون محمد بن نايف ربما؟ نعم هم يحبذون وله يعني شعبية، وخاصة أنه زار الولايات المتحدة عدة مرات والتقى بمسؤولين كبار، لذلك كان هو نوع من يعني عرض نفسه على الإدارة الأمريكية في عقر دارها، رغم أن العلاقات يعني العلاقات الأمريكية السعودية وخاصة مع وزارة الداخلية، العلاقات العسكرية الأمنية الاستخباراتية كبيرة ومتطورة، لكنه أراد أن يثبت لهم أنه هو سيستطيع أن ينتقل من رجل الأمن إلى رجل الدولة. ولكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية ربما تكون متفاجئة بهذا القرار، لأنها توقعت وجميع الصحافة الأمريكية والبريطانية حتى والعالمية كانت تروج لتوريث محمد بن نايف، ولكن هذا لم يحصل. أنا باعتقادي لأن هناك صراع داخلي لن يحسم بشكل سهل، لذلك جاء تنصيب ميغرين كحل مؤقت. طيب شكرا جزيلا لك دكتورة مضاوي رشيد، أستاذة علم الاجتماع في جامعة كينجز كوليدج في لندن. نحصل على مزيد من المشاركات الهاتفية. أتحدث إلى صالح الوايل من الدمام. يا صالح، ما رأيك في هذه الخطوة؟ صالح غير متوفر معنا. طيب نتحدث إلى أبو محمد من الإحساء. ما رأيك يا أبو محمد في القرار باستحداث منصب ولي لولي العهد واختيار الأمير ميغرين بالذات؟ حقيقة القرار حكيم ويدل على بعد النظر للعائلة الحاكمة، وهذا شيء طبيعي لأن الرجل هو من أصلا من المدة هو الرجل الثالث في الدولة، يعني هو النائب الثاني. إيش اللي صار جديد؟ ما صار جديد. طيب هل كان يحتاج ما هو هذا ما يقال انه هو يعني بالفعل هو كان في موقع قوه، فما السر برايك في ان يعني يسن له هذا او يستحدث له هذا المنصب ويحصن، يعني حتى بات شبه مقدس في نص القرار بان له لا تاويل لا اعاده تاويل له ولا تغيير ولا تبديل بالمره لهذا القرار من اي كائن كان؟ يا اخي انا مواطن سعودي، أول حاجة أهني العائلة الحاكمة والشعب السعودي على الاختيار، وأهني الأمير ميغرين، والثانية الحاجة هذه بعد نظر، يعني فيه بعد نظر. نعم. فيه قرار اتخذ لبعد النظر. والله يبارك لهم يا ربي ويوفقهم إن شاء الله على ما هم. طيب. شكرا جزيلا لك أبو محمد، وأعود مرة أخرى إلى زميلي حازم الخولي الذي يتابع لنا ما ورد على صفحاتنا الإلكترونية. يا حازم مرحبا من جديد، وحول الأسباب التي أشار إليها المشاركون في الحوار بشأن سبب قيام السلطات السعودية بهذه الخطوة، كيف جاءت أبرز المشاركات؟ محمد كما ذكرت سابقا أن هناك أسباب عدة عددها المشاركون بشأن هذه الخطوة. البعض قال أن الأسرة الحاكمة في السعودية اتخذت هذه الخطوة الاستثنائية في نقل الحكم بسبب وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة بشأن نقل السلطة من الجيل الحالي الذي يعاني من ارتفاع أعماره إلى الجيل الثاني. مثلا تقول إحدى المشاركات على صفحتنا على فيسبوك، إنهم يحصنون عرشهم من الداخل لأن الجيل الثاني من الأسرة سوف يتكلم على هذا العرش. على تويتر مشاركة من مروان نور الدين تقول القرار هو إشارة واضحة إلى وجود نزاع داخل البيت السعودي وخوفا من جماعة الإخوان المسلمين.
مشاركة من أحمد الأشخم تحدث فيها عن وجود خلافات بين التيارات المختلفة داخل الأسرة الحاكمة. يقول أحمد في مشاركته: القرار جاء بسبب الصراع بين التيار الوهابي المتشدد والليبرالي المنفتح. الملك لا يريد أن يغادر تياره الحكم من بعده. لكن محمد، في مقابل هذه الآراء هناك من قال أن الخطوة هي أمر عادي لترتيب البيت السعودي، وأن الأمير ميجرين بن عبد العزيز هو رجل ذو كفاءات وخبرة طويلة تؤهله لهذا المنصب. نعم، يعني كثير من الخبراء يا حازم يرون أن إذا كانت هناك مشكلة أو ربما صراع ما داخل أجنحة السلطة، أحد الأسباب الرئيسية لهذا هو التقدم الملحوظ لعمر أو لأعمار أعضاء الأسرة الحاكمة السعودية. هل كانت هناك إشارة لهذه النقطة في المشاركات التي وردتنا؟ بالفعل محمد، هناك مشاركات عدة تحدثت عن هذه النقطة تحديدا، حيث أن أشار البعض إلى أن هاجس ترتيب البيت السعودي ينتاب الأسرة الحاكمة بسبب ارتفاع أعمار العاهل السعودي وولي عهده وغيرهم من أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية. يقول علي عفيفي مثلا في مشاركته: الملك وولي العهد تعدى حاجز 80، لذا فالخطوة تأتي تحسبا لحدوث وفاة وتجنب حدوث أي فراغ سياسي. مشاركة أخرى من عبد الله قال فيها: الاستحداث الجديد يقطع الطريق أمام المشككين في أنه سيكون هناك فراغ في كرسي الحكم، المرسوم الجديد قطع الشك باليقين، هكذا يقول. مشاركة أخرى بتوقيع الشمس المشرقة تحدثت عن ضرورة ضخ دماء جديدة في الأسرة الحاكمة وقالت: أعتقد أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى وجوه جديدة غير المتداولة على الساحة السياسية الآن. مشاركة أيضا في نفس الاتجاه من هشام الورد قال فيها: الأسرة بدأت في التفكك والخوف من موت العجائز بدأ يدق ناقوس الخطر، لذا تم استحداث المنصب لمحاولة ضمان تماسك الأسرة. نعم، يعني حازم نلاحظ تنوع الآراء الواردة على صفحاتنا الإلكترونية بل وجرأتها البالغة أحيانا. هل من مزيد من المشاركات التي ربما لفتت انتباهك حول موضوع اليوم؟ بالفعل محمد، من بين المشاركات التي لفتت الانتباه في حوار اليوم ما كتبه علي على صفحتنا على فيسبوك، حيث انتقد فيها طريقة انتقال الحكم في المملكة قائلا: يجب أن ينتهي عهد الكهول والنظام القبلي ويكون هناك نظام انتخاب حقيقي يكون فيه الشعب مصدر السلطات. مشاركة أخرى من زياد أشار فيها إلى أن القرار السعودي باستحداث منصب ولي العهد يؤجل الخلافات داخل الأسرة الحاكمة. يقول زياد: الخطوة هي تأجيل لصراع أحفاد العائلة الحاكمة لمرحلة ما بعد ميجرين بن عبد العزيز. نعم، شكرا لك حازم على متابعة صفحاتنا الإلكترونية وعرض هذه المشاركات اللافتة حقيقة. طيب، نعود مرة أخرى لاستقبال المزيد من المشاركات الهاتفية، ويتحدث إلينا الآن عبد الرحمن من مدينة جدة السعودية. يا عبد الرحمن، هل ترى في هذه الخطوة فعلا ما هو في صالح المملكة، أم هي تعبير عن يعني صراعات ما أو مقدمة ربما لتغيير ما في بنية الحكم في المملكة؟ في الحقيقة أعتقد أنه في الوقت الراهن وفي الظروف الحالية أعتقد أنه من الجيد تأمين الوضع ونبذ الخلافات. تمام. لكن الغريب في الموضوع في أنه الأمير ميجرين واختياره عن طريق هيئة البيعة كما أعلن في القرار. نعم. بأنه لم يكن بالإجماع، وهذا ما هو مختلف عن جميع القرارات التي تصدر عن الأسرة المالكة في السنوات السابقة. صحيح. هنا الربع فقط هو ثلاثة الأرباع المتفقة وربع مختلف. حوالي سبعة أمراء يا عبد الرحمن، أنت شايف بالضبط. يعني بتقرأ إيه في هذا الواقع أو في هذه الحقيقة أن عدد من الأمراء يتحفظون على هذا التعيين؟ أقرأ عدم ثقة الملك في أعضاء هيئة البيعة، لأن أعضاء هيئة البيعة هم من يختارون من أبناء عبد العزيز ولي العهد بعد وفاة الملك. نعم. ولكن الملك لا يثق فيهم في أنهم بيختارون الابن الأخير مقرد. فلذلك الملك استخدم سلطته وهو على غير المعتاد وعلى غير التوجه في هذا الموضوع. نعم. النقطة الثانية اللي أنا بطرحها ولاحظتها مع الدكتور مضاوي الرشيد وهو تأصيل فكرة السبعة السديرية.
حقيقة جناح السريرية تاريخيا لم يكن ذاك الجناح السياسي المسيطر بشكل، لأنهم هم أخوان، لكن كانوا مسيطرين نعم فكريا ويختلفون. فتركي بن عبد العزيز من السديرية ثاني أكبر أخ من أبناء السديرية، لكنه منشق من أكثر من 35 سنة. ففكرة طبعا كان نعم هناك في اتفاقات وفي تحزبات داخل الأسرة المالكة الآن بدأت توضح أكثر. الدليل على ذلك هناك طبعا ممكن الآن الشعب صار أقرب في تويتر مع الأمراء، مع الجيل الثاني من الأمراء. كثير منهم لم يعلق على القرار بالأمس، على الرغم من أنه قرار مفصلي وتاريخي. أنت ترى في هذا صورة من صور التحفظ يعني على هذا القرار. طيب عبد الرحمن، أراؤك لافتة وأنا أريد أن أحملها إلى يعني مركز هذا النقاش الذي نضم إليه الآن عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة جدة أيضا السعودية الأستاذ أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية. مرحبا بك معنا أستاذ أنور، ربما أنت تابعت ولو على الأقل جانب من الحوار والأسباب تعددت لتفسير هذا القرار أو استحداث هذا المنصب، لكن أنا أود أن أبدأ النقاش معك بسماع رأيك في لماذا يستحدث هكذا منصب للرجل الثالث بالأساس أو يعني فعليا في الدولة السعودية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في نظام البيعة أن النائب الثاني لا طبعا يعين بأمر ملكي، لكنه ليس من قبل البيعة. في هذه المرة الملك اختار الأمير مقرن على أساس لأن يكون هو وليا لولي العهد، أي بمعنى ذلك أنه يجب أن يصوت عليه في البيعة. النظام نظام الهيئة البيعة أنه على الأقل 3/4 البيعة يكونوا موافقين. صحيح. الآن وافق عليه أكثر من 3/4 البيعة. طيب اسمح لي يا دكتور أنور. الشيء الثاني وهو المهم في هذه العملية، أنا بس وددت أن أسألك قبل تجاوز هذه النقطة، طب ولماذا لم يترك الأمر للملك القادم ولهيئة البيعة أيضا؟ يعني لماذا بدأ كما لو كان هناك تجاوز للملك القادم ولهيئة البيعة أيضا في الموقف المستقبلي؟ لو تابعنا ما يكتب في من تحليلات في مراكز الدراسات الاستراتيجية وفي الصحف الأمريكية وغيرها، نجد أن العالم قلق من وجود فراغ دستوري في المملكة العربية السعودية. لهذا كانت هذه رسالة تطمين لأبناء الشعب السعودي بأن الوضع مستقر، ثانيا تطمين لأبناء الأمة العربية والإسلامية بأن المملكة العربية السعودية التي تهتز الدنيا من حولها لا تزال مستقرة، وأن الحكم سوف ينتقل دائما بشكل سلس. أيضا طبعا هذه إشارة للرئيس أيضا أوباما بأنه المملكة العربية السعودية التي تعتبر الدولة 18 في مجموعة 20 الاقتصادية مستقرة. نحن نعرف بأن المملكة العربية السعودية عند أي تصريح أو غير ذلك تكون هناك هزة في سوق المال وفي السوق الاقتصادي. فمثلا حينما سحبت سفيرة من قطر، قطر 8 مليون خسرت في اليوم الثاني 8 مليار، خسرت في اليوم الثاني 8 مليار. فإذا معناها أنه المملكة العربية السعودية وزنها العالمي الاقتصادي والمالي دائما يؤثر على الأمن القومي الأمريكي. فالملك حب يطمن تمام أستاذ أنور. طيب أحصل على مشاركة هاتفية أخرى من بندر الذي يحادثنا من الحجاز. يا بندر، ما رأيك في تفسيرات الدكتور ماجد أنور عشقي للقرار السعودي الأخير باستحداث منصب ولي لولي العهد؟ شكرا لسماحة بالمشاركة، تحية لك ولضيفك الكريم والمستمعين. يعني ممكن أضيف كمان نقطة في وجهة نظري، يعني أنه ألو انا معك تفضل. اعتقد انه يعني سيدي خادم الحرمين الشريفين هو في الاصل رجل عسكري، واعتقد اختياره لسمو الامير مقرن وهو كذلك رجل عسكري
واختيار مناسب في هذا الوضع، لأنه نجد أنه يعني اللي حواليننا الآن يعني الأقربين بيغدروا ويخونونا، فما بالك الأعداء. فاختيار كان مناسب بحيث أنه هو رجل عسكري قادر على اتخاذ القرار العسكري المناسب في الوقت المناسب. يعني هذه وجهة نظري. وما قاله الدكتور، لماذا يعني قرار عسكري؟ يعني لماذا قرار عسكري تحديدا؟ هل ترى أن السعودية مقبلة على توترات عسكرية في المنطقة مثلا؟ هي موجودة التوترات، يعني في حصل قبل عدة أشهر موجودة على وسائل الإعلام أنه حصل ضربة من الحدود العراق داخل السعودية، كذلك تهديدات إيران وبعض الدول، ولكن بصفة عامة يعني اختياره مناسب وفي الوقت المناسب يعني. تمام. وما أعتقد أنه له علاقة بوجود أوباما أو زيارة أوباما. طيب أنت تختلف في هذه النقطة مع الدكتور ماجد أنور. دكتور ماجد، لكن يعني بندر طرح أيضا نقطة مهمة، وهي احتمال أن يكون للتطورات الإقليمية ويعني الرياح التي تهب على الشرق الأوسط منذ 2011 دور في هذا القرار. لأي حد تتفق مع ما طرحه بندر في هذا الشأن، وأن هناك قلق سعودي مما يحدث في المنطقة؟ المملكة العربية السعودية ليست قلقة، لكن العالم من حولها هو القلق. أما بالنسبة لما حدث على الحدود السعودية العراقية فهذه عضة جات في التوب، يعني ما هي شيء كثير ولا تثير المشاكل. ولكن المملكة العربية السعودية لا تزال راسخة ولا تزال قوية ولا تزال يعني، والعالم كله لا يريد أن يكون هناك هزة في المملكة العربية السعودية، لأن ذلك سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي. نعم تمام. طيب يعني هناك أيضا من رجح أن يكون القرار هو يعني ترجمة أو يعكس صراعات ما أو خلافات ما داخل أجنحة الأسرة المالكة السعودية على السلطة وعلى مناصب معينة، من بينها منصب ولي العهد القادم، لذلك أراد الملك ضمان هذا المنصب للأمير مجرن. طبعا هو لا يوجد خلافات، إنما توجد أحيانا اختلافات حتى بين الأشقاء في الأسرة الواحدة، لأن الاختلاف دائما يكون في وجهات النظر. لو ما كان في هناك اختلافات ما نمكن نتطور، فإذا لابد كل واحد بيعبر عن وجهة نظره، ولكن يعني ما تتفق عليه الأغلبية هو الذي سيسود. نعم. طيب نستمع إلى مشاركة هاتفية أخرى من عبد الإله، يحدثنا أيضا من مدينة جدة. عبد الإله، ما رأيك في نقاش اليوم؟ ألو. أيوة عبد الإله، نحن معك. أيوة معك. تفضل. بالنسبة لقرار تعيين الأمير مجرن، حقيقة قرار صائب ومطمئن للشعب ومطمئن للعالم أيضا، لأنه انتقال الحكم خاصة من الطبقة الأولى وفئة الأبناء إلى فئات الأحفاد يكاد يقلق بعض الشعب، ولكن بالأسلوب هذا أعتقد أنها من الأسلوب حكيم. نعم. ومطمئن كما سبق وقال الدكتور، يعني مطمئن للعالم وللشعب أيضا. نعم تمام. طيب أعود إلى الدكتور أنور. يعني هو طبعا هو يؤيد القرار عبد الإله، لكن هو يعترف ضمنا بأن هناك أو قد يكون هناك بعض القلق في يعني بين الشعب السعودي بشأن خلافات محتملة على الحكم. لكن الدكتورة مضاوي أكدت على هذه النقطة في القسم الأول من الحلقة، وأشارت ربما أن يعني اختيار الأمير مجرن هو حل وسط تفاديا لبدء اندلاع صراع أو يعني خلاف حين تدخل السعودية لمرحلة تولي الجيل الثالث لأبناء وأحفاد الملك عبد العزيز آل سعود السلطة. هل تتفق مع هذا؟ الحقيقة إلى حد ما. طبعا القيم التي تحكم الأسرة المالكة
لا تدفعها إلى الاختلاف ولا إلى الخلاف، لا تدفع إلى الخلاف، لكن الاختلاف أمر صحي وأمر وارد، ولا بد أن يكون هناك آراء تطرح وآراء تناقش، وخادم الحرمين الشريفين يتسع صدره دائما لكل الحوارات التي تقال، ولكنه في النهاية يترك الأمر للنظام، وهذا النظام هو يمثله طبعا يعني البيعة. طيب هذه البيعة هي التي تفصل في هذا. طيب أنا أود أن أجعل عبد الرحمن الذي يحدثنا من جدة أيضا يعلق على حديثك يا دكتور ماجد. عبد الرحمن، أنت كان لك رأي بشأن مسألة الخلافات، يعني دكتور ماجد يقول هي خلافات فقط في الرأي بسيطة، لكن مسألة يعني أو اختلافات في الرأي، لكن مسألة خلافات عميقة وصراع هو يتحفظ على هذا. ما رأيك يا عبد الرحمن؟ أحيي الدكتور عشقي، لكن في حقيقة الأمر لا أعتقد بأنها خلافات بسيطة أو اختلافات وجهات نظر. الدليل على ذلك بأن القرار قرار تاريخي واستحداث ثالث أعلى منصب في الدولة. هذه نقطة. النقطة الثانية، الدليل على أنه الآن يوجد شك هل اجتمعت هيئة البيعة أم لم تجتمع. الإعلام لم يعلن عن اجتماع هيئة البيعة، فإذا اجتمعت هيئة البيعة فالقرار كان لوظيفة أصلا الوظيفة ليست من وظائف هيئة البيعة في اختيار النائب الثاني. هذه النقطة. النقطة الثانية، لو افترضنا أن البيعة هيئة البيعة اجتمعت، لماذا يتم اختيار نائبا ثانيا وهو لم ينص عليها النظام؟ وليا ثانيا للعهد، أنت تقصد وليا لولي العهد. ثانيا للعهد. وليا لولي العهد. نحن نقول نائب ثاني. تاريخيا لو رجعنا تاريخيا، النائب الثاني يكون هو ولي العهد. على حسب النائب الثاني. إذا الدكتور عشقي ألمح إلى أنه هنا ثغرة دستورية، وما أعلن كأنه دستور تكميلي، إعلان دستور تكميلي. ولكن في حقيقة الأمر لا. النظام نص هيئة البيعة تختار من أبناء عبد العزيز، ومن بعدهم تختار من الأحفاد. تمام. فهنا ذكر هيئة البيعة في الأصل غير نظامي. طيب يعني هناك تحفظات دكتور ماجد، بس يعني تعقيب على عبد الرحمن، بس تعقيب باختصار عشان الوقت، وأنا أود أن أسألك على نقطة أخرى. تفضل. أنا قلت بأنه النائب الثاني يعين، ولكنه لا ليس من قبل البيعة، لكن طالما هو حصل من البيعة فالآن أصبح يعني تعيينه أصبح هو يعتبر مقام سامي الآن. لا هو بس أنا أوجز لك حديث عبد الرحمن، هو يرى سامية. هو يرى أن هذه الإجراءات والتحصينات هي تعبير عن خلاف حقيقي وصراع حقيقي، وليس مجرد اختلافات في الرأي كما قلت أنت. هو لو احنا نظرنا إلى ما يدور في الخارج في الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي تريد أن تطمئن على المملكة، لا أدركنا تفسير لهذه العملية، لماذا الملك عبد الله اتخذ هذه الخطوة. والأمر الثاني، طبعا الأمير مقرن هو آخر أبناء الملك عبد العزيز الآن الأحياء، ولكن معناها أنه بعد كذا تنتقل إلى الأحفاد. نعم. فهذه أيضا طبعا مطمئنة. تمام. وسيكون لها نظام جديد أيضاً. عشان الوقت بس، يعني الأطراف المؤيدة طبعا للقرار قالت أن بيت الحكم السعودي يعني سعى لتحمل مسؤولياته في حفظ استقرار البلاد وضمان مستقبلها بهذا الإجراء. لكن أنا أسألك، يعني ألم يكن ينبغي أن يكون للشعب السعودي أيضا في دولة بحجم المملكة وفي القرن 21، لم يكن ينبغي لهذا الشعب أن يكون له دور في تقرير مصير بلاده؟ والله إحنا تقريبا نسير في عملية ديمقراطية إسلامية وليست ديمقراطية غربية. فالديمقراطية الإسلامية هناك عدة أساليب، أولا التعيين، الاستخلاف وعدم الاستخلاف ووضعها في عدة أشخاص وأهل الشوكة. في المملكة العربية السعودية نحن نعيش ما قاله طبعا ما قاله أحد الفقهاء على عملية أهل الشوكة، فمن يحكم المملكة هم أهل الشوكة، فإذا هم طبعا لديهم هناك اتفاق خفي
اللي هو تقريبا ضمني بس بين الأمة وبين القيادة. الاتفاق الضمني بين الأمة والقيادة هو الذي أعطى للقيادة هذا الدور. وجهة نظرك دكتور أنور ماجد أو ماجد أنور عشقي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أشكرك شكرا جزيلا. ونحصل على مداخلة من علي الطاهر الذي يتحدث إلينا من الكويت، تفضل يا علي. يعطيك العافية. أولا نبدأ من حيث انتهى الدكتور أنور عشقي الذي حصن البيعة بذات الشوكة والشورى. مشكلتنا احنا اولا هذا رد على الدكتور انور، الدكتور ما اسمع دائما يعني وراءه حلوه وقريبه بس اذا انحرج يطلع لها بمخرج. الاسلام يشارك المسلمين ويشاركهم في الراي، هذا باب لا نكيف الاسلام على كيفنا، هذا باب ثاني. احنا نتكلم عن دول ديمقراطيه متطوره متقدمه وصلت الى القرن العشرين، يتقدم اليوم ذو العلم ذو الخبره ذو الكفاءه ذو الراي الشديد. احنا هذا باب يعني باب انه أين دور الشعب السعودي؟ يلقي الشعب السعودي يريد أن يعرف هذه الأموال للمملكة العربية السعودية اليوم تبيع 10 مليون برميل، شنو يحكم ذات الشوكة؟ جدة تمطر تسمع تطلع البواري حاسة، هذا مو اختصاصنا. تمام. زين، هل هذا الأمر فرض على الولايات، فرض على المملكة العربية السعودية بتعيين فلان كما لاحظنا في الأمس القريب الخليج يسلم السلطة إلى قطر تمام يا علي. قطر يسلم السلطة تمام. أنا يعني مضطر لأن يعني أقف هنا معك في هذا النقاش لأن وقت البرنامج انتهى، شكرا جزيلا لك. لذلك نصل لنهاية حلقة اليوم، لكن نعدكم بالاستمرار في استقبال مشاركاتكم وأرائكم على موقعنا bbcarabic.com وصفحاتنا الإلكترونية المختلفة على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس. كنت معكم أنا محمد سيف النصر، إلى اللقاء.